ماما رفيقتي بالصف ما في شي ما بتسأل عنه، ما بتلحق لمعلمة تحكي كلمة ها إلا بتسأل. وانت ليه زعلانة؟ بالعكس هيدا شي حلو، يعني البنت بتحب الاكتشاف وانها تتعلم أشياء جديدة. ما انت بتقولي لي ما تكوني حشورة. قلتلك ما تكوني حشورة يعني ما منتدخل بشؤون غيرنا، مش ما نسأل ونتعلم. يلا ضيعيني هلا، يا قولي لي كوني حشورة يا ما تكوني حشورة. يا ليمار الفضول نوعين، في فضول مفيد من دونه كيف بدنا نتعلم ونكتشف اشياء مهمة، هيدا بنمي شخصيتنا وكمان بيكون مفيد لما نسأل اسئلة مهمة بحياتنا الشخصية واليومية. يعني مثل لما اسألك شو بدنا نتغدى بعد بكرة؟ هيدا السؤال مهم لنمو بطنك مش لنمو شخصيتك. طيب لما صوفيا تسألني شو اشتريت اليوم بالمدرسة؟ هيدا شو؟ مرئية ليمار، ما انا كمان بسألك نفس السؤال، شو قصدك يعني؟ واضحة. الفضول المذموم هو لما الواحد يسعى تيعرف اسرار الناس وخصوصياتهم، بيضل يسأل وممكن توصل معه انه يتجسس عليهم تيعرف المستور. يا لطيف. وما بيعمل بوصية الرسول عليه الصلاة والسلام من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. يعني الخلاصة كل حدا يركز مع حاله ويخلي انفه بوجهه. ايمان هيدي حكمة. هلا كلك قصة كمان. بيقول احد دهاة العرب: ما غلبتني الا جارية، رأيتها وفي يدها طبق مغطى، فسألتها ما في الطبق يا جارية؟ فردت وقالت: فلما غطيناه إذن؟ بركي حتى ما ينزل بقلبه شيء. أستغفر الله العظيم، إنه وسخ أو حشرات. طيب اسمعي قصة تانية. كان في واحد حشور مارق حد مستشفى المجانين، صار يسمع صوت من ورا السور، مجموعة عم بتردد وتقول 20 20 20. إيه ليش؟ فقتلوا الفضول بده يعرف شو هيدي 20. لقى فتحة بالسور فقرب تيطلع منها، وإذ بعصا بتفوت بعينه وسمع بعدها 21 21. الخلاصة الفضول مؤلم كمان. نيح ما كنت محله.